كيف يختار السيد المسيح له المجد أن يكون من نسل داود الرجل الذي أخطأ؟ وكيف ينصر الله داود في حروبه مع أنه يعلمنا التسامح والغفران؟ ولماذا أدب الرب داود مع أنه تاب من قلب؟ دول ثلاث أسئلة أجاوب عليهم واحد واحد. لماذا أتى المسيح من نسل داود وهو رجل خاطئ؟ عايز أقول العالم كله كان خاطئ، فلو جه من نسل أي حد ما هنا إنسان خاطئ، يعني على الأقل جه من نسل آدم وآدم خاطئ، ومن نسل حواء وحواء خاطئة، اشمعنى يعني داود اللي انت ماسك فيه؟ ده اكتر من كده، ان السيد المسيح شاء في سلسلة الانساب في انجيل متى